وهون توصلوا الأخوين يوسف وأحمد لحل لوحش الجراثيم، وهو إنه يستخدموا البركان الهامد بمدينتهم لحتى يعقموها ببركان مصنوع من كربونات الصوديوم والخل والصابون. من بعدها هالبركان بلشت تصير فيه أشياء غريبة عجيبة. انتظروا شوي عليه، ومن بعد ثواني بسيطة بلش البركان يطلع فقاعات من الصابون نتيجة التفاعل بين كربونات الصوديوم والخل، وبدأ يعقم المدينة من كل مكان. وتوتة توتة خلصت الحتوتة بمساعدة أصدقائنا الأبطال أحمد ويوسف. إن شاء الله تكونوا حبيتوا القصة. القصة كانت كتير حلوة. حبيتيها؟ كيف عملوا هيك بمواد المطبخ؟ ممكن نعمل كتير أشياء بالمواد اللي موجودة عندنا بالمطبخ، لأنه بتتكون من عناصر ممكن تتفاعل مع بعضها وتعطينا الكتير من المفاجآت. بس هالقصة وهالسؤال ذكروني بصديقة لإلي اسمها ياسمينة. هي عالمة صغيرة دائماً بتحب تعمل تجارب بالمواد اللي موجودة بمطبخ بيتهم، وأنا بما أنه عندي وقت هلأ رح أروح وأزورها، وبطلب منكم إنكم تتابعوا زيارتي من المكتبة وأنا عندها بالمختبر. جاهزين؟ جاهزين. رح أشوفكم بس أرجع. باي باي. باي باي. مرحبا ياسمينة. أنا محمد. أنا كتير مبسوط إني إجيت عندك اليوم. مستعد لحتى نورجي أصحابنا اللي عم بيشوفونا من المكتبة شو رح نعمل مع بعض؟ مستعدة؟ يلا نبدأ. هلا إلك. شكرا كتير ياسمينة. أصحابنا بالمكتبة كتير متحمسين ليشوفوا التجارب اللي رح نعملها من مواد المطبخ تبعك. مستعدة؟ جاهزة. Thank you.
جربت جبت البرتقال. شكرا كثير ياسمينة على كل التجارب اللي ورجتينا اياها اليوم وعلى استضافتك لنا بمطبخك، قصدي مختبرك الخاص. انا هلا لازم ارجع عند اصدقائي اللي موجودين بالمكتبه اللي كانوا عم يحضرونا من المكتبه لحتى نبحث اكثر ونتناقش بتفسير التجارب اللي عملناها معك اليوم. باي باي. أنا رجعت وبتمنى تكونوا لقيتوا بعض التفسيرات العلمية للتجارب اللي شفناها اليوم مع العالم الصغيرة ياسمينة. لقينا شوية منهم. ممتاز، أنا رح أترككم تكملوا البحث لتلاقوا باقي التفسيرات العلمية، ورح أطلب من أصدقائنا اللي عم بيحضرونا ياريت تبحثوا وتكتبوا لنا بالتعليقات إيش التفسيرات العلمية للتجارب اللي شفناها معاكم اليوم، وأنا كمان رح أكمل معاهم عملية البحث لنلاقي كل الإجابات اللي منبحث عنها.